السلام عليكم أعزائي التلاميذ، سأقوم اليوم بشرح درس مبرهنات ستاليس وخصوصا مبرهنات ستاليس العكسية. يعني الهدف من مبرهنات ستاليس العكسية هو البرهان على التوازي. الهدف الرئيسي منها هي تستعمل للبرهان على التوازي. مبرهنات ستاليس العكسية خاصية هو ABC مثلث و إم نقطة من المستقيم AB و إن نقطة من المستقيم AC. إذا كان إم على AB و إن على AC، إم على AB يساوي على AC، والنقاط المستقيمية، يعني هذه النقاط تكون مستقيمية. مثلا في هذا المثلث النقاط AMB في نفس الترتيب مستقيمية مع ماذا؟ A و N و C يكون في نفس الترتيب. يعني إذا كانوا هذه النقاط يعني في نفس الترتيب فإن MN يوازي BC. يعني مبرهنة ستاليس العكسية فيها شرطين، الشرط الأول AM على AB يساوي MN على AM على AB يساوي N على AC، والنقاط المستقيمية اللي هي A و M و B هذه النقاط هي مستقيمية في نفس الترتيب على مع يعني A مع نفسها M مع N و C مع B يكون في نفس الترتيب. إذا تحقق على الشرطين فإن A M N يوازي B C. أعطيكم مثال، هذا مثلث A B C و M و N، هل B C يوازي M N؟ سنرى هل هو متوازيان أم لا. في المثلث ABC لدينا M تتنسمي لAB ولدينا N تتنسمي لAC. إذا سنحسب AM على AB، AM على AB كم تساوي؟ AM 3 AB كم تساوي؟ هي 3 زائد 6 هي 9، 3 على 9 هي 3 على 9 هي 3 في 3. نقوم بالاختزال ب 3، AM على AB تساوي 1 على 3. أمر إلى AC على AN على AC، AN كم تساوي؟ 2، AC هي 2 زائد 6 زائد 4 هي 6، 2 زائد 4 هي 6، 2 على 6 2، 6 هي 3 في 2، أختزل ب 2 يعني 1 على 3. كما تلاحظون AM على AB يساوي على AC يساوي 1. يعني هذا الشرط الأول تحقق. سأمر إلى الشرط الثاني، كما تلاحظون النقاط A و M و B مستقيمية يعني وفي نفس الترتيب مع النقاط المستقيمية اللي هي A و N و C، يعني A و M و N و A و N و C يعني في نفس الترتيب. يعني وحسب يعني حسب خاصية الستات العكسية فإن M N يوازي B C. أعطيكم مثال ثاني، هل بي سي يوازي إم إن في هذا المثلث؟ مثلث أ بي سي إم، كما تلاحظون هنا إم تتنسمي المستقيم أ بي و إن تتنسمي المستقيم إن سي. في المثلث أ بي سي لدينا إم تتنسمي أ بي و إن تتنسمي المستقيم أ سي. إذن سأقوم بحساب أ إم على أ بي، AM على AB، AM كم تساوي؟ 3 AB على AC، AM على أول AM على AB، AM 2 AB 4، هي 2 على 2 في 2 هي 1 على 2، AN على AC كما تلاحظون AN 3 و AC هي 3 زائد 3 هي 6، هي 6 هي 3 في 2 أختزل ب 3. يعني AN على AC تساوي 1 على 2. إذا كما تلاحظون AN على AB يساوي على AC يساوي، يعني الشرط الأول تحقق. سأمر إلى الشرط الثاني، كما تلاحظون النقط A و M و B هذه النقط كيف هي؟ ليست في نفس الترتيب مع A و N و C، بحيث A هنا N
ليست في نفس الترتيب مع M والسي، ليست يعني ليست في هي في نفس الترتيب مع B، ولكن هذه النقاط المستقيمة ليست في نفس الترتيب، وبالتالي فإن MN لا يوازي BC. إذا حسب خاصية ستانس العكسية، بما أن النقاط المستقيمية A و N و B ليست في نفس الترتيب مع النقاط A و N و C، فإن MN لا يوازي BC. يعني المهم يعني تحقيق الشرطين للبرهان على التوازي هما AM على AB يساوي على AC، والنقاط المستقيمية تكون A و M و B في نفس الترتيب مع النقاط المستقيمية A و N و C لكي يحصل التوازي. أتمنى لكم التوفيق، إلى درس مقبل إن شاء الله.